ويصنف بالسحر ويقوم بالشعوذة، بل يجعل تعليم السحر واجبا. الخطيب الرازي، ونحن نسأل الله أن يكون قد تاب من ذلك، ابن الخطيب الرازي صنف كتاب في السحر اسمه الحكم العلائي، وصنف كتاب في السحر اسمه السر المكتوم في مخاطبة الكواكب والنجوم، الذي هو ثابت يقينا وقطعا لابن الخطيب الرازي. يا لطيف، يعني أنا حسب علمي وحسب ما خبرتني العصفورة أنه ثابت يقينا وقطعا وجزما، يعني هذا يكون إما بالحس أو بالتواتر يعني، أو بقى بمقدمات عقلية يعني قطعية، أما يعني لا يمتري فيها أحد. أما قضية بقى أنه كتاب للرازي ثبت يقينا، وشو دليلك؟ لحظة نشوف إيش دليله. الفخر الرازي في دراسة جميلة جدا اسمها الفخر الرازي وآراءه الكلامية لمحمد صالح الزركان، أنصح الجميع بمطالعتها. الفخر الرازي قطع طالعناها الحمد لله، يعني قرأنا فيها كذا. بنسبة الكتاب لنفسه في 3 كتب، وأنا نشرت المواضع في قناتي على التليجرام. طيب يعني أنت أخذت منه، ليش تنسبة لنفسك؟ هلأ قبل ما نجي لقضية الزرقان هذا والكتاب هذا السحر، السر المكتوم في مخاطبة النجوم، يعني هلأ أنت بدك تعمل، هو على فكرة بن شمس يعني هذا الفيديو من قناة بن شمس، أخذه هو من قناته هذا، أو أخذ مقطع من قناته. فأنت يا أبا مالك بدك تعمل مثل ابن شمس، السيوط كله اللي عنده من 500 إلى 1000 مؤلف ما لقى غير كتاب نواظر الأيك، وهذا خصصنا عليه سلسلة كاملة. أنت الآن من كل كتب الإمام الرازي فخر الدين ما لقيت غير كتاب مشكوك في نسبته، وإن كنت قلت إنه هو مقطوع به. تعال شوف لجيب لك إيش قال يعني بعض الوهابي أو بعض الوهابيات. في عنا هاي الطالبة هي مقدمي رسالة دكتورة اسمها ابتسام جمال في جامعة أم القرى في السعودية، بهذا العنوان. وين هذا المؤشر بأصغر؟ المهم هذا العنوان هنا، موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الإمام فخر الدين الرازي في الإلهيات، وهي رسالة ضخمة، رسالة دكتوراه، هذا المجلد الأول أظن لسه في المجلد الثاني. طيب المهم هنا لاحظ ما تقول هنا، هذا هنا المؤشر. طيب لقينا بالأخير الحمد لله. لاحظ هنا عند مؤلفاته ماذا تقول؟ لاحظ، لقد ترك الإمام فخر الدين الرازي، طبعا هذه الحلقة أنا المفروض أنه ستكون مختصرة، سنخصص حلقة يعني كاملة عن هذا الموضوع، عن الرازي رحمه الله، وعن هذا قضية أنه ألف في السحر. لكن هل يعني على وجه السرعة أنا أسجل الساعة الرابعة تقريبا، رابعة لربع ليلة. طيب لقد ترك الإمام، يعني أنا نعسان بقى إذا قلت شي كلمة وأنا نايم بقى، لكن الحال سأراجع قبل أن أنشرها. لقد ترك الإمام فخر الدين الرازي لهز طلاب العلم والمعرفة، لاحظ ماذا ترك لهم؟ ثروة. تفضل روح شوي لهنيك بعد إذنك. ثروة علمية كبيرة تتمثل في كل ما كتبه ودونه من العلوم المختلفة والفنون المتنوعة، والتي تشهد له بالعقل الكبير والعلم الغزير والإدراك الواسع والمكانة العلمية التي احتلها بين أقرانه العلماء، وحررها التاريخ نموذجا حضاريا علميا. هذا وقد حظيت مؤلفاته باهتمام بالغ من قبل العلماء وطلاب العلم أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن خلدون وغيرهما. لاحظ ابن تيمية نفسه اهتم، وسأريك أنه ابن تيمية أصلا نقل من هذا الكتاب اللي عم تقول عنه السر المكتوم، نقل ابن تيمية في الصفدين، نقل عنه
تعريف للطلسمات والنقاش حولها، وقضية هذه أيضا أظن في قضية قدم العالم وكذا. لاحظ، وقال: ونقد علم الإمام الرازي ليس فيه تقليل من شأنه أو علمه. يعني هي أصلا عاملة هذه الرسالة أنه موقف ابن تيمية من الرازي، طبعا هو موقف النقد غالبا، لاحظ، وأحيانا ممكن يوافقه يعني، لاحظ، قال: لكن هذا النقد لا يقلل من شأنه، لاحظ، بل هذا يؤكد أهمية العلوم التي كتب فيها، فالناقد له لا ينكر ذكاءه وغزارة علمه ووعيه المتقد وصحة معظم أقواله في الإلهيات والتفسير لمعظم الآيات القرآنية. لاحظتم؟ وبتروح وبتسرد لك إيش كتبه. ولا يسعني في هذا البحث ذكر جميع كتب الإمام الرازي، وسأكتفي بذكره. بتذكر هنا ما ألفه في الفلسفة وفي علوم القرآن وفي علوم الكلام وفي المنطق، وتذكر هنا، لاحظ، إلى أن تثني عليه بهذا الثناء من كلام بأمين، هذا كلام الصفدي، لاحظ: قد كنت يا ابن خطيب الري، هذا هكذا يلقب، يا ابن خطيب الري، أبوه كان خطيب للري، كان خطيبا للري، لاحظ: قد كنت يا ابن خطيب الري معجزة بذهنك المشرق الخالي من الكدر. أنا لا أستطيع ولا صوتي لأن الناس نائمة الآن. طيب، دخلت، وأنا أصلا منهك، دخلت، ولا في، هلأ هذا مايك نحطه هلأ حاليا، إن شاء الله سنغير هذا نظام التسجيل إن شاء الله على الحاسوب. دخلت في كل علم للأنام وقد حررته بدقيق الفكر والنظر، إذا انتصرت لرأي أو لمسألة ترجحت لأولي الألباب والفكر أو النظر الفكري بقى أو الفكري. طيب، وكل علم لك الفضل المبين به، فأنت حقا جمال الكتب والسير. وبعدين هون بتقول، وهو على فكرة لا تسرد كتاب، هذا كتاب اللي عم تقول عنه الدر، هذا السر المكتوب في مخاطبة النجوم، وغيره أيضا من الذين ألفوا في عن الرازي. أيضا عندنا رسالة دكتوراه أظن هذه أزهرية، أيضا تعرض لمنهج الرازي في علم الكلام، لم تذكر كتاب هذا السر المكتوم اللي أنت عم تقول مقطوع بنسبته. هون تذكر تفسير الرازي، تقول لك هذا كان موسوعة، لاحظ، كان من تفسيرات الجامعة شتى العلوم الإسلامية، ويعد موسوعة إسلامية كبيرة حوت الكثير من علوم المنطق والفلسفة واللغة والفقه وأصوله، ولاحظ كتب كل ذلك تحت ظل القرآن الكريم. يعني هذا رد على من قال أنه فيه كل شيء للتفسير، لا، فيه، لاحظ، فيه تفسير، لكن التفسير بطعم هذه العلوم، لأنه نحن نعلم أنه لما بيمسك القرآن لغوي يفسر تفسير لغوي، لما بيمسكوا فقيه بيفسروا تفسير فقهي، لما بيمسكوا متكلم بيفسروا تفسير يعني في علم الكلام، وكل واحد يعني يفسره حسب اختصاصه. يعني قضية بقى يجروا لمعتقده أو ما يجروا، هذه قضية أخرى، لكن نحن نتكلم أنه كل واحد خدم القرآن بالعلم الذي هو فيه. فهذه أولا، إذن هذه هنا لاحظ أنه لاحظ ترك ثروة علمية كبيرة، ترك الإمام الرازي ثروة علمية كبيرة تتمثل في كل ما كتبه، والتي تشهد له بالعقل الكبير والعلم الغزير والمكان العلمي التي احتلها بين أقرانه من العلماء. ولاحظ تذكر كتبه في الفلسفة وعلم الكلام والتفسير، ولا تتعرض لقضية كتاب السر المكتوم. طيب، أنت لا تصير مثل ما قلنا لهذا ابن شمس لما اختار كتاب نواظر الأيك، هذا في الجنس، اختاروا من بين 1000 كتاب له، أنه حتى ما ينطبق عليك ما قاله ابن تيمية كما ينقل عنه هنا، ينقلون عنه أنه هذا يكون إيش؟ لاحظ تحت عنوان التغاضي عن هفوات الكرام، بعض الناس لاحظ لا تراه إلا منتقدا، لاحظ،
ينسى حسنات الطوائف والأجناس ويذكر مثالبهم، فهو مثل الذباب يترك موضع البرء والسلامة ويقع على الجرح والأذى، وهذا من رداءة النفوس ومزاج وفساد المزاج. فاربأ بنفسك أن تكون كصغار الكلب أو شر الطبل، على حد قول القائل: صغار الكلب أكثرها عواء، وشر الطبل أكثرها دوية. صغير العقل بالأعراض يلهو، وذو اللب الرجيح يراه غيا. طبعا أنا أقرأ كما هو، لا أقصد أنا يعني شخص الأخ أو كذا، لكن أنا أقرأه يعني هذا يأتون به لمن يتتبع فقط مواضع الأذى. شر الورى من بعيب الناس مشتغل، مثل الذباب يرعى موضع العلل ينتقي. هذه قلناها لابن شمس لما انتقى كتاب نواظر الأكفاء: نحن يعني نربأ بك يا أبا مالك أن تكون مثله. طيب أنا بيقول لك أنا عم جيبه بسياق وكذا وإلى آخره. طيب خلينا نجي بقى لهذا الزرقان، هذا الزرقان وآراءه الكلامية. أنت عم تقول أنه هو عم تحتج فيه أنه هو هذا، لاحظ: الفخر الدين الرازي وآراءه الكلامية لمين؟ لهذا فوق، لاحظ، راح تلاقوا محمد صالح الزرقان. هون ايش بيقول هذا اخونا ابو مالك هون؟ الموضوع الاول قال الفخر الرازي في الملخص: الكلام المستقصى فيه يقصد في السحر. فهون عمال بيروح بيجيب لك انه المواضع اللي ايش اللي ذكر فيها هذه المواضع، لاحظ انه اللي احال فيها على كتابه السر المكتوم، حال في كتبه الاخرى على السر المكتوم، وانه ايضا ذكر شيء من ذلك في كتابه المطالب العالية كما ترون هنا. هلأ هذه قضية المطالب العالية وكذا والكتب الأخرى التي حال فيها سنأتي عليها لاحقا، لكن هنا لاحظ هنا هو في أول الكلام إيش بيقول لك؟ ألف الرازي، يجزم هنا، ألف الرازي كتابا في السحر سماه السحر المكتوم في مخاطبة النجوم، وهو من أشهر الكتب في هذا الباب، حتى إن السحرة ينقلون عنه كثيرا، بالإضافة إلى كتب أخرى كالاختيارات العلائية. هلأ الآن سننقل عن الاختيارات العلائية، يبين موقفه من السحر. طيب لاحظ هنا، وبعدين بيروح بيجيب لك يعني نصوص في هذا، وهذا أيضا بيجيب لك نص منه، هذا سيقرأه بعد قليل. هذه كذا قضية إنه يا تنوع تنوثة أو كذا، لاحظ. لكن هو الرازي نفسه يتبرأ فيه في أوله عن كل ما يخالف الدين، لاحظ، وبالرغم من أنه يقول إن ممارسة السحر عند أهل السنة حرام كما في التفسير، وإنه يتبرأ عن كل ما يخالف الدين كما في مقدمته لكتاب السر المكتوم. إيش بدك أكثر من هيك؟ إذا واحد كتب كتاب وقال في مقدمته أنا أتبرأ من هذا الكتاب، أو أتبرأ من كل مسألة في هذا الكتاب تخالف الدين، إيش بدك أكثر من هيك؟ تخيلوا معي أن الرازي ألف كتاب في العقيدة الأشعرية وكتب في أوله أن أنا متبرئ عن هذا عن 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 ما يخالف الدين في من هذا الكتاب، يعني كانوا طاروا فيها، أو كتب مثلا أنه أنا أتبرأ عن هذا الكتاب أو عن ما يخالف الدين من هذا الكتاب، كانوا طاروا فيها. لك إيه يا سلام، شوف الرازي تتبرأ عن كي عن العقيدة الأشعرية. لاحظتم؟ نسمع: مذكور في كتابنا الذي سميناه بالسر المكتوم، وقال في شرح الإشارات: ثم ارجع إلى السر المكتوم إن كنت راغبا في التحقيق. وقال في شرح عيون الحكمة: إن أحوال هذا العالم تختلف بحسب اختلاف أحوال الشمس، فقد استقصينا فيه في المقالة الأولى من السر المكتوم. خلاص. الدكتور محمد صالح الزركان يقول: وقد اطلعت على هذا الكتاب في مكتبة الأوقاف بحلب فوجدت. طيب تعال، هاي الزركان تعال شوف شو يقول لك: انقسم الناس في نسبة هذا الكتاب إلى الفخر الرازي إلى ثلاثة أقسام، فمنهم من قال إنه له مثل ابن خلكان واليافعي والقفطي والذهبي، ويذكر إيش والصفدي وابن تيمية وكذا، ومنهم من تردد كابن خلدون، لاحظ، وحاج خليفة والزبيدي، ومنهم من يقطع بأنه ليس له. يعني الآن أنت حضرتك تقطع أنه له، لا، في ناس تقطع بالعكس، مثل هذا صاحب تحفة الإرشاد وصاحب فوائد البهية والسبكي
الذي يرد على شيخه ويقول: قد عرفناك أن هذا الكتاب مختلق عليه، وبتقدير صحة نسبتي إليه ليس بسحر، فليتأمله من يحسن السحر. إذن هاي قدامك الآن بيعرض لك ثلاثة آراء في هذه المسألة. وين بقى القطع فيه؟ القطع لما بيكون هذا الكتاب يروى عنه بالتواتر، هذا بيجيب قطع. بس القرآن، القرآن مروي بالتواتر. ما هذا مروي بالتواتر؟ إذا في خلاف بهذه الحدة، بتقلي ما هو مذكور أو نقل أو أحال إليه. ما هو إذا أحال إليه هذا لا يكفي بأن يكون الكتاب الذي بين أيدينا هو نفسه الذي أحال إليه، وهذا معروف في علم المكتبات وعلم التحقيق والأثر، وهذا وضحته أنا أكثر في سلسلتين، سلسلة تشكيك هذا في كتاب سنن عبد الله، وسلسلة في قضية هذا أيضا التشكيك بنسبة نواظر الأيك للسيوطي، وأتينا بكتب علم التحقيق وكذا وإلى آخره. الآن مجال لا يتسع. قالوا أني إذا وجدنا أن العلماء ذكروا أن هذا له الكتاب، أن كتابا ما له، ذكروا اسم كتاب له أو هو نفسه أحال عليه، هذا لا يفيد إلا إذا إلا أن إلا صحة نسبة هذا، صحة نسبة اسم الكتاب له. أما الكتاب نفسه هذا ينبغي أن ينقل عن نسخة خطية بخط يده، ينقلها ثقات ثم تروى بالسند أو تقرأ عليه وهو يقرأ، ثم تلاميذته يقرؤون على من بعده، أو يجيزون بها بأحد الطرق الثمانية في المقبولة في التلقي والإجازات وما إلى ذلك. هذا سبق. فهذا قضية أنه قلنا في كتاب السر المكتوم وكذا، أنه حتى هون السر المكتوم، لاحظ كتابنا سميناه بالسر المكتوم، الكلام المستقصى فيه أي في السحر بين قوسين، هذا من عنده بين قوسين حطه السر المكتوم. السر المكتوم في إيش؟ وهنا أيضا السر المكتوم، وين ذكر أنه السر المكتوم في مخاطبة النجوم أو في السحر ومخاطبة؟ ما في. هنا بيقول لك ممكن هذا السياق هنا ممكن أنه يقدر في السحر أو كذا. فهذا ما يتعلق به. فهو الكتاب إذن هو قضية أنه اطلع على مخطوطات له وكذا، وأنه وجدت فيه أسلوب رازي، كله هذا أمر ظني ما يرقى إلى القطع. قطع لما بيكون هذا بالتواتر يروى، أو تكون أنت كنت تلميذه أو طرقت بابه وسلمك الكتاب، قال لك هذا من تأليفي وأذن لك ب يعني نشره أو بالتحديث عنه. لأنه قلنا عند المحدثين إذا قال لك هذا حديثي أو هذا كتابي ولم يأذن لك، في قولين عندهم: هل يجوز أن ترويه أم لا؟ قول أنه يجوز، والأصح أنه لا يجوز، كما ذكر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتح الباقي شرح ألفية العراقي، وهذا سبق أن أتينا به في مجالس في كتاب السنة، وهذا لعبد الله، وفي مجالس أيضا هذا قضية نواظر الأيك. فايش عمال بتقلي بقى؟ يعني هو يعني ان طلعت على السماء ونزلت لتحت، الكتاب مختلف في نسبتي، في نسبتي اليه. اسلوب الرازي وتعبيراته جليه ظاهره. يقول الرازي في مقدمه كتابه السر المكتوم: اما بعد فهذا كتاب تجمع فيه ملخص ما وصل الينا من علم الطلسمات والسحريات، اسمع، والعزائم ودعوه الكواكب. طيب كمل. لاحظ 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 كم مرة سيبتر، ما كمل هذا النص. أنا بدي أجيب لك، طبعا نحن قرأنا هون، لاحظ، بالرغم من أنه يقول أنه يتبرأ من كل ما يخالف الدين كما في مقدمته، لاحظ هذا هون الزرقان يقول، لاحظ، يتبرأ من كل ما يخالف الدين كما في مقدمته، يعني مقدمة الكتاب السر المكتوم. ها أنا بدي أجيب لك نفس المقدمة إيش قال فيها، بنقل مين؟ بنقل حبيب قلبك الإيش اسمه، نصغر هذه فقط، ابن تيمية. لاحظ هنا، هذه هنا، لحظة شوي، صغر هذا شوي. طيب هذا هنا كتاب الصفدي، لاحظ كتاب الصفدي تحقيق محمد رشاد سالم، لاحظ هذا الكتاب، لاحظ إيش بيقول لك: ومما ينبغي أن يعلم أن الرازي وأتباعه مضطربون في هذه الحجة،
أظن هنا أتكلم عن قضية قدم العالم وكذا. المهم فبيقول لك إيش، فتارة يكون مع الكلام وتارة يكون مع الفلاسفة، لهذا يحتج على أساس أنه أهل الكلام شيء، أهل الكلام نسخة عن أهل الفلسفة. لا، هو صار أهل الكلام في وادي وأهل الفلسفة في وادي، لأنه يقول لك تارة يكونون مع أهل الكلام وتارة يكونون مع الفلاسفة. ولهذا يحتج بهذه الحجة في كتابه الذي صنعه في السحر ودعوة الكواكب، لاحظ، وعبادة الأصنام المبنية على ذلك، وقال فيه، لاحظ، هذا النص أنا يعني عثرت عليه سابقا، ثم لما أتيت لحضر هذه الحلقة فقدته، ولكن بحثت عنه هذا من جديد بحمد الله حتى وجدته مرة ثانية. هذا ملخص، يشوف ينقل عن الرازي، هذا ملخص ما وصل إلينا من علم الطلسمات والسحريات والعزائم ودعوة الكواكب. لاحظ، أكمل يا أبا مالك، ما أكمل، لاحظ، مع التبري عن كل ما يخالف الدين ويثلم اليقين. حصتم؟ وبعدين هون بيقول لك قال في المقالة الأولى في تقرير الأصول الكلية لهذا العلم، لاحظ، في تحديد الطلسمات وتحقيق الكلام، الطلسم علم بأحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية. لاحظ، هون بيذكر لك أنه هذا المقصود به هنا في الحاشية رقم 2، أنه هذا لما بيقول لك ألف كتاب في السحر، بيقول لك هذا المقصود به كتاب السحر، السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وفيه نسخ خطي إلى ما هنالك. لاحظتم؟ لاحظ، لكن هون أبو مالك لما قرأ النص قرأ فقط ودعوة الكواكب. لاحظ، أريكم إياه مرة ثانية حتى تشوفوا كيف هذول معتمدين فقط على، يعني أول شيء هو ما عم يظهر لنا الكتاب، ثاني شيء أنه بتر منه. يقول الرازي في مقدمة كتابه السر المكتوم: أما بعد فهذا تجمع فيه ملخص ما وصل إلينا من علم الطلسمات والسحريات، اسمع، والعزائم ودعوة الكواكب. أكمل. دعوة الكواكب من دون الله، من دون الله. دعوة الكواكب على طريقة أصحابها. أنا في رسالة في كتابي هذا الذي طبعته، تنوير الرب الإله، في دعوة تباين بين الرب والإله، أو بين كلمتي الرب والإله، في فصل حول هذا الكتاب، كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، هو ذكر أنه هو في أوله أولا تبرأ منه، ثم الثانية ذكر أنه هذا ألفه ليكون الإنسان على حذر أو على خبرة بهذه الأساليب التي يسلكها، وأيضا هو سيقول أنه هذا أصلا قد يكون واجبا للتفريق بينه وبين السحر، بين المعجزة، بين المعجزة والسحر، وهل هذا سيذكره هنا ويشني علينا عليه فيه. وصنف كتاب في السحر اسمه الحكم العلائية أيضا، لكن ربما رجل يقول هات نص آخر، عندك آخر ما صنف الرازي ومات قبل أن يكمله المطالب المطالب العالية في العلم الإلهي، يقول خليك هلا، انت قلت هذا العلائية هاي، طيب انا راح اجيب لك هذا من كتابه، هذا العلائية جيب لك ايش بيقول في قضية مخاطبة النجوم. لحظة اجيب لك اياها. لاحظوا اخواني، هذا انشرت على صفحتي، هذه من مقدمة الاختيارات العلائية في الاختبارات السمائية. هو نفسه يقول ينبغي ان تعلم، او ينبغي ان تعلم أن النظر في النجوم على 6 أوجه: النظر في هذه الأجرام التي تدل على الخالق، لاحظ، الثاني النظر في حركتها لتحديد أوقات الصلاة والصيام والحج، لاحظ، سألك عن الأحلة قل هي مواقيت للناس والحج، لاحظ، النظر في مقاديرها وأجرامها وأبعادها كما في علم الهيئة، لاحظ، وهذا النظر والنظر في هذا في في, في والنظر في هذا النجومي على هذا الوجه مندوب. لاحظ اللي قبله، النظر لتحديد الصلاة، أوقات الصلاة والصيام، بيقول لك هذا واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيضا هنا النظر الأول، هذا النظر إيش؟ هذا عين الإيمان، بل على درجات، أنه تنظر في النجوم وترى بديع الخلق، خلق الله فيها، فيعني يزداد إيمانك بالله، تؤمن أو يزداد إيمانك بالله. طيب النظر الرابع، أن اعتقاد أن النجوم غير مؤثرة أبدا في العالم بالطبع، لكن أجرى الله العادة
أن طلوع الشمس سبب لضياء العالم وغروبها سبب لظلمته، لاحظتم؟ لاحظ، بيقول لك واتفق جملة من المحققين والمتكلمين على أن علم النجوم على هذا الوجه ليس بكفر ولا ضلالة. لاحظ أنه هي أسباب عادية، أنه كيف يعني مثل علم الأرصاد الجوية، متى تنزل المطر بالقرائن وكذا إلى آخره بيعرفوا. طيب الخامس، اعتقاد النجوم مؤثرة في العالم بالطبع، وهذا الاعتقاد خطأ لكنه ليس بكفر. أنه ليست مؤثرة، إنما أجرى الله العادة على تأثيرات معينة للنجوم، من كما يقول أنه من الضي أن الشمس سبب للضياء وغروبها سبب للظلمة وهكذا. هون أنه تعتقد أنها مؤثرة في العالم بالطبع، وقال بيقول لك هذا الاعتقاد خطأ وليس بكفر. أنا الآن، وهذا اللي الخامس، هذا الاعتقاد الفلاسفي على ما أظن. السادس، اعتقاد أن النجوم مدبر العالم وعبادته، وهذا كفر صريح. اللي خاطبت النجوم وعبادتها ودعوتها، بيقول لك هذا كفر صريح. وهذا النص أنا أتيت به من منتدى الأصلين، وهو موجود أيضا على ويكيبيديا نفس هذا النص. وهذا هنا في ويكيبيديا، لاحظ في زيادة مهمة أيضا هنا، لك بعد ما لك أنه اعتقاد أن النجوم مدبرة للعالم وعبادتها، لاحظ لك هذا كفر صريح، وبسبب هذا التفصيل أوردنا في هذا الكتاب ما يحدث بالنظر فيه منفع ولا يضر الاعتقاد. لاحظ، فإذا أنت وجدت فيه الدعاء غير دعاء النجوم وكذا وإلى آخره، يقول لك هذا ليس هو ليس يتبناه، إنما ينقله. هو بيقول لك هيك بصير، هيك أهل من يعتقد بأنها مدبرة هكذا مثلا يدعونها، يقولون كذا كذا إلى آخره. وهذا هنا ويكيبيديا، لاحظ هذا هو الموقع ويكيبيديا في ترجمة فخر الدين الرازي. طيب أظن أنه أنا كنت عم بسجل وما كنت مشغل المسجل، بعيد ما قلته بدون هذا قبل أن أضغط الزر. فأقول أنه مرة ثانية أنه هذا الكلام الذي ينقله أنه هذا سحر، أولا إيش عرفك سحر؟ ثانيا هذا إن أولا إن ثبت أنه سحر، ثانيا إن ثبت أن هذا النقل الذي ينقله عنه صحيح، ثالثا إن كان هو ينقل عن نسخة مكتوب عليها السر المكتوم، هذا إن ثبت هذه النسخة أنه هي نفس الكتاب السر المكتوب، وإن ثبت أصلا كتاب أنه كتاب السر المكتوم له، هو طبعا أنه الراجح يعني أن له هذا الكتاب، لأنه كما قلنا أنه هنا يحيل عليه في كتب أخرى مثل الملخص وشرح الإشارات وشرح عيون الحكمة أنه له، لكن كما قلنا هذا لا يكفي ما لم تكن عندنا نسخة من خطه أو منقول عن خطه وبالإجازة والسند، وإلا كل واحد يكتب نسخة أو ينسبها لمن شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. طيب إذا نكمل. أو تعقد لسانه وتقول يا سوسو يا حسوسو يا شميخة يا مش عارف إيه، ده غلب على جمعة، ده غلب على جمعة يا أخو، ده الراجل أهو حلو. هو كما قلنا، وأصلا هو في أول كتاب تبرأ مما يخالف الدين، لاحظ إنه يتبرأ عن كل ما يخالف الدين، لكن هذا بتر، هذا نصه بتر كلامه كما قلنا. ليش؟ لأنه بده يشنع فقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يا شمخيسة يا سحوسو ها يا سحسوسة يا مش عارف إيه، والله أنت يليق بك أنه يسمى تسمى هذه الأسماء، أنت وصاحبك من شمس. هذا يا مولانا. ده مين يا مولانا؟ شو صوت محمد صالح الزركان بيقول ايه؟ هذا وقد قام الرازي في تنظيم السحر وتبويبه بمجهودات لا يحمد عليها. الرازي لاحظ هنا هذا ينقل عن الزركان. ينقل عنه، لاحظ هنا، لاحظ هذا الكلام هنا. يقول في المطالب العالية آخر مصنفاته قبل موته بأشهر، يقول اعلم أن ما رأينا إنسانا عنده من هذا العلم السحر شيء معتبر، وما رأينا كتابا. المهم ينقل عنه هذا الكلام
انه ايش في انه فمن انه نحن كتبنا فيه ايش اصولا معتبره وجملا وفوائد، ونحن قلنا ما هو السحر له حقيقه وهو علم. نعم يعني ايش انت ايش يعني بدك ايش بدك تثبت ايش بدك تقول يعني لاز والقواعد وكذا والى اخره، يعني ايش 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 بدك اشتملت على اصول معتبره في هذا الباب الا ان طويل، انت لسه عم طويله لشو حصلنا فيه اصولا وجملا، فمن جاء بعدنا وفاز بالفوائد والزوائد في هذا الباب فليكن شاكرا، حيث رتبنا له هذه الاصول المضبوطه والقواعد المعلومه. ايه بعدين قال السكان، يقول النص ده يا مولانا في المطالب العاليه في الجزء الثاني تقريبا 451، يقول واذا علمنا ان الرازي توفي بعد كتابه هذا النص باشهر معدوده لاستولى علينا الاسف. لا يستولي عليك الأسف. هلا بدي أجيب لك، هلا بدي أجيب لك إيش قالوا الحنابلي، إيش قال السلف، إيش بدك أكثر من هيك؟ أجاز بعض السلف السحر أو فك السحر بالسحر، هلا بدي أجيب لك إياها. استولى علينا الأسف. الرازي بيقول بأن السحرة والمشعوذة والزنادقة ينقلون من كتاب السر المكتوم، قال حتى إن السحرة ينقلون عنه كثيرا. فعلا إيه، وهذا له الفخر في ذلك إنه هو بزّ أهل كل علم في علمهم، وهذا كما قلنا عن نواظر الأيك لما شن عليه هذا صاحبك ابن شمس، قلنا ما في شيء الآن وجبنا نحن كيف بعض الوهابي ينقل هذه قضايا الجنس عن غربيين، قل ليش يعني المزمار الحي لا يطرب، نحن أئمتنا ألفوا فيه وأتوا بالقصص، وبدأ السيوطي لما ألف كتاب هذا الأترنج في كتاب الغنج هذا أتى بدأ فيه بمقدمة من آيات الله ثم من التفسير ثم من الحديث ثم بطرائف في قضايا الجنس هذه عن السابقين من السلف والخلف وكذا وقصص في القرآن والسنة وإلى آخره. لا حول ولا قوة، يعتبرون الإعلام مذمة هؤلاء. في تفسيره أيضا يقول العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك. لا يبدو أنه قاعد مع نفسه في حجرة واتفق مع نفسه، من هم المحققون الذين قالوا بمثل قولك؟ إيش رأيك جيب لك الحنابلية؟ لا إيش رأيك لحظة أيها الرجل المنحرف عن كتاب الله وعن سنة رسوله. طيب أنت يا شيخ أنت حنبلي مو هيك يا أبا مالك؟ طيب إذا جبت لك عن الحنابلي هل أنت رجل تثبت على كلمتك أنه تقول أيضا للحنابلة أيضا هذا الكلام؟ أنت الآن تشني على الرازي لأنه قال أنه السحر علم وكذا وإلى آخره واتفق عليه المحققون، إيش رأيك إذا جبت لك يا هلا من الكلام هذا الرحيباني وغيره من الحنابلي؟ ما قال فهذا يقتضي لم بس صنف في السحر ولا مارس السحر ولا صار مرجعا للسحرة ينقلون عنه، بل قال بأن السحر غير قبيح ولا محظور، بل جعله إيه؟ مش مباحا، جعله فرضا وواجبا. قال في التفسير ما نصه فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا كيف يكون حراما وقبيحا. الله. طيب أنت ما كملت النص، لحظة أجيب لكم النص. لاحظوا إخواني الكرام، لاحظوا هذا هنا تفسير الرازي، هنا لاحظوا هذا هنا تفسير الرازي بيقول لك المسألة الخامسة أن العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف، وأيضا لعموم قوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة أو بينه وبين المعجزة، في عندي هنا في نسخة أخرى المعجزة، لاحظتم هذه ما قرأ هذه، لاحظ هذه بين الفرق بينه وبين المعجزة في نسخة ثانية، لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجزة معجزة لاحظ أو بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا كيف يكون حراما. عرفتم النص كيف بأكمله كيف هو؟ نرجع نقرأ، نرجع نسمعكم كيف عم يبتر هذا الأخ، هذا العمال بيفتخر فيه، هذا شو اسمه بن شمس، هذا حيطه على قناته بيقول لك ده غالب علي الجمعة، ده والله إذا بدي يغلب بهيك بالقص وباللصق وبالبتر وبالكذب وبالتدليس والله والله والسبعة انعام من هيك كذب. ثم قال فهذا يقال
ثم قال فهذا يقتضي لم يبس صنف في السحر ولا مارس السحر ولا صار مرجعا للسحرة ينقلون عنه، بل قال بأن السحر غير قبيح ولا محظور، بل جعله إيه؟ مش مباحا، جعله فرضا وواجبا. قال في التفسير ما نصه، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا كيف يكون حراما وقبيحا. الله 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 عليك، الله عليك يا باشي، الله على الكذب اللي انت عم تكذبه أو على البتر. لاحظ لاحظ قبل ماذا قال؟ لأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة. لاحظ، والعلم بكون المعجزة ما المعجز معجزة واجب، وما توقف عليه الواجب فهو واجب، إلى أن يقول بقى هذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجب، وما يكون واجبا كيف يكون حراما وقبيحا. فهي أصلا كما قلنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بينه وبين من يدعي النبوة قضية المعجزة، ما هو هذاك أيضا قد يدعيها عن طريق السحر والشعوذة، من لا يفرق أو من لا يعرف السحر أو الفرق بين ما هو حقيقي وما هو سحر وما هو كذا، كيف سيعرف؟ ما هو كلامه له وجهه، وإن تعقبه يعني ابن كثير أنقله وتعقبه لأنه قال له أن الصحابة علموا معجزة الرسول دون أن يعلموا السحر، يعني هذا له وجه وذاك له وجه. وهذه هنا الموسوعة الفقهية الكويتية تتكلم عن حكم تعلم السحر وتعليمه. إلى اختلف الفقهاء، الجمهور نعم على أن تعلم السحر حرام وكفر، ولا ومن الحنفية من استثنى أحوالا، لاحظ أنه أن يتعلمه لرد فعل ساحر، لاحظ ساحر أهل الحرب، أن تعلمه لرد فعل الساحر أهل الحرب فرض. إلا قال المحققون، هذا من المحققين أم لا، لاحظ أنه رده بعض الحنفية بأنه بهذا الحديث، لاحظ إلى أن يقول هنا لاحظ كما القرأ في هنا، يحكم بكفره ظاهرا لأن تعليمه لا يتأتى إلا مباشرة، كأن يتقرب إلى الكواكب والكوكب ويخضع له ويطلب منه قهر السلطان. لاحظ إلى أن يقول هنا، أنا هنا أيضا قرأ في أنه يفرق، أنه يتعلم السحر بمجرد معرفته لما يصنع السحرة كأن يقرأه في كتاب، وبين أن يباشر فعل السحر ليتعلمه، فلا يكفر بالنوع الأول يكفر بالنوع الثاني. وقال الشافعية تعليمه حرام إلا إن كان لتحصيل نفع أو لدفع ضر أو للوقوف على حقيقته، ما هو من الحقيقة هذه من النفع أنه تعلم الفرق بين السحر وبين المعجزة. وبيرحب يجيب لك كلام الرازي، لاحظ هنا اتفق المحققون على ذلك، لاحظ العلم بالسحر ليس بقبيح ولا معذور. قال واتفق المحققون على ذلك أن العلم ذات الشريف، لاحظ، ولأن السحر مستدل بالآية قل لا يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون، لأن السحر لو لم يكن يعلم أو يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجز، والعلم بكون المعجز الكلام الذي قرأنا، فهذا يقتضي أن يكون العلم بالسحر واجبا. ليش؟ مش لأنه هو بيحب الشعوذة، لا، لحتى تفرق بينه وبين النبوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بدي لي طيب ما ضل النبوة، يعني قطعت ختمت النبوة بي. طيب هو عم يتكلم عن مسألة من حيث بشكل عام. طيب وأيضا ليش ما في ناس بتدعي هلا النبوة؟ كيف ستكشفها؟ إذا بتعرف السعر بتعرف تكشفها. اثنين، لاحظ فيهم بقى قضية، لاحظ النشرة، هذه النشرة هذه حل السحر بالسحر، هذه قال بها لاحظ سعيد بن المسيب أو المسيب من السلف، وقال الحسن أنه هذا سحر. لاحظتم؟ يعني بعض السلف اختلفوا السلف في هذه قضية النشرة، حل السحر بالسحر هل تجوز أم لا؟ الحسن قال لا، هذه بعض التابعين مثل سعيد بن المسيب قال ينشر له، لاحظ سنأتي عليها. الحسن لا، قال الحسن بصي هذه النشرة هذه سحر. لاحظوا بيقول لك المسألة من أولها أنه حل السحر عن المسحور بطريقتين، أن يحل بالرقى المباحة والتعوذ كالفاتحة والمعوذتين وهذا جائز، الثاني أن يحل بسحر مثله بسحر مثله. هل يجوز؟ اختلف على قولين، أولا القول الأول حرام لا يجوز لأنه سحر وتنطبق عليه أدلة تحريم السحر، لاحظ، وهذا منقول على ابن مسعود والحسن وابن سيرين، وإليه ذهب ابن القيم وتوقف فيه أحمد إمام مذهبك توقف فيه.
لاحظ، وبينقل هنا عن محمد بن سيرين، لاحظ هنا، وإلى أن يقول، لاحظ طبعا ابن القيم يقول حل السعر بسعر مثله من عمل الشيطان، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان، هذه قضية النشرة، بما يحب، فيبطل العمل عن المسحور. القول الثاني أن حل السحر بسحر لا كفر فيه ولا معصية، بل جائز يعني هنا. فقد نقل البخاري عن قتادة قلت لسعيد بن سيب رجل به طب، يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته، يعني لا يستطيع أن يأتيها أو يجامعها، أي يحل عنه أو ينشر له؟ قال لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فإن ما ينفع لم ينهى عنه. لاحظتم؟ والقولان أيضا عند المالكية والحنابلة. قال الرحيباني يجوز حل السحر بسحر لأجل الضرورة، وهو المذهب. قال في المغني، هذا مغني ابن قدامة، لاحظ، توقف أحمد في الحل، وهو إلى الجواز أميل. حصتم؟ مين هذا الرحيباني؟ هذا من الحنابلة. يجوز حل السحر بسحر لأجل الضرورة. لاحظتم؟ وهذا هنا أثر البخاري، أثر البخاري أنا أطلت عليكم، هذا موجود، لاحظ، هذا البخاري النسخة اليونانية، لاحظ، لاحظ، باب هل يستخرج السحر أو هل يستخرج السحر؟ قال قتادة قلت سعيد بن سيب رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس، لا بأس به، إنما يريدنا به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وهذه هنا شراح البخاري، ها لاحظ هنا شراح البخاري أتوا به، أنه لاحظ هنا مثلا هذا شرح، هذا التوضيح لابن المنقل، شرح الجامع الصحيح، أو ينشر له، لاحظ، قال أي يرقى له، لأن النشر الرقية. لاحظ، وقال الحسن إن النشرة من السحر. لاحظ، ما تقول لي هذه النشرة لا رقية وكذا، لا، بيقول لك من السحر. لاحظ، وأيضا هنا في ذخيرة العقبة، هذه شرح المجتبى، هذا واحد وهابي، لاحظ، هذا شرح مجتبى النسائي، يقول لك وكان الحسن يكره ذلك ويقول لا يعلم ذلك إلا سحر. يعني كيف بدك تفك السحر إلا إذا علمت السحر؟ لاحظ، الحسن كان يكره ذلك، فقال سعيد المسيب إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. طيب كيف أنت ستنفع هذا وتحل عن السحر إلا أن تكون أنت تعرف السحر، كما قال الرازي. لاحظتم كيف قول الرازي له، يعني هو يعني نخرج به أقوال بعض السلف وكذا، يعني أنت أشفق على غير الرازي. الرازي وضع لك مخرج، يعني لاحظوا أن سعيد بن المسيب لولا هذا الكلام الرازي أنه هذا علم وكذا وإلى آخره، كيف ستخرج كلام سعيد بن المسيب اللي هو الحسن بيقول لك لا هذا من السحر؟ أنت بتعتذر عن سعيد بن المسيب، تقول لا هذا يعني كما قال الرازي أنه هذا السحر أحيانا يكون هو تعلمه، هو علم بحد ذاته، وتعلمه قد يكون واجبا لأنه إيش يعني يفرق بينه وبين المعجزة، وقد يحل به السحر كما هنا. لاحظ، وأخرج أبو داود في المراسيل عن الحسن قال رفعه النشرة من عمل الشيطان. لاحظ أنه ولا يكاد، قال ابن الجوزي، لاحظ، النشرة بالضم هكذا مضبوطة، حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وهي كتب من كتب الوهابي، أنا جبت لك هذا صالح الفوزان، برحب والعن كلام ابن القيم. لاحظ أنه ابن القيم بعد ما يذكر أنه عن الحسن أنه لا يحل السحر إلا ساحر، بيقول لك النشرة حل السحر عن ابن القيم، النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، نوع حل السحر بسحر مثلي، وهذا من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن أنه لا يحل السحر إلا ساحر. لاحظ، فيتقرب الناشر المنتشر إلى الشيطان بما يجب الناشر، وهو الذي الناشر هو الذي يعمل النشرة، المنتشر هو الذي تعمل له النشرة. طيب لاحظ، وأنه هذا قسمان، القسم الأول أنه هذا نوعان، أنه حل السحر بسعر مثله، لاحظ، وهذا اللي قال لا يحل السحر إلا سعر، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية. يعني هنا ابن القيم مع الحسن وليس مع سعيد بن المسيب. لاحظ، وسئل أحمد عن النشرة ما حكمها، فقال ابن مسعود يكره هذا، أي يحرم النشرة، هذا من كلام صالح الفوزان، لأن السلف يريدون بالكراهة التحريم. طيب، وسعيد بن المسيب رأينا أنه، لاحظ،
وهذا أيضا أظن هذا كمال يعني مستفيد لصالح، سئل عن النشرة كذا كذا، هنا تتمة الكلام لاحظ بيجيب لك كلام هنا أنه كلام البخاري هنا، لاحظ رجل بيطب سأله، لاحظ يعني قتادة بن دعامة سأله شيخه سعيد المسيم، لاحظ الطب معناه السحر، لاحظ أي يحل عنه أو ينشر له، قال هل يجوز أن يحل عن هذا المطبوب أو يؤخذ؟ فأجاب المسيب لا بأس أن يحل عنه. فإذا هذا سعيد المسيب أجاز ذلك، أجاز النشرة، والتي قال عنها الحسن كما قلنا أنه لا، هذه نشرة من السحر ومن يعني من عمل السحر، ولكن سعيد المسيب أجازها، ولا مخرج في كلام الرازي يعني. وبالتالي كل هذا اللي انت عملته، هذا اخونا ابو مالك هذا، وهذا الصاحب هذا من شمس اللي حط لك اياه على قناته، انه ده غلب علي جمعه، اوريكم القناه، لاحظوا هاي قناه محمد شمس، محمد بن شمس، لاحظ بيان شافن، هل فخر الرازي الاشعري استخدم السحر وصنفه في السحر؟ هو صنفه في السحر، ما هو قلنا اذا ثبت فهذا بيكون مفخره يعني، استخدم السحر، ما هو تعلم السحر واستخدام السحر ان كان فيه نفع أجازه سعيد المسيب، والرحيباني كما رأينا من الحنابلة، وأنه هذه قولين عند الشافعية والحنابلي والمالكي وكذا، يقول لك ده غلب علي جمعة، غلبوا بإيش؟ بالكذب يعني هو غلب علي جمعة عن طريق ممارسة الكذب، غلب شيخنا أستاذنا الدكتور علي جمعة عن طريق الكذب يعني، هذا هنا قناته، لاحظ هنا في قناة شو اسمها؟ هاي قناة محمد شمس، لاحظ قناة محمد شمس، لاحظ وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.